مجتمعين وقمنا لك نشطين موزيكا في الوطنين حضرنا لك البنين من اليوم ما عادش تحين مادامنا موجودين بونجور لافي بونجور لافي من ايديات الشاف ونوعو لك لوكلاب ونتوب بالاكتشاف ونسربيو للدباس حضرنا الاجواء واستدعينا الشباب كلنا هوني نستناو فيه صباح النور، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إيجا معنا على قناة الحوار التونسي. مرحبا بكل مشاهدينا كالعادة، نرحبوا بكم اللي في تونس تابعوا فينا واللي خارج تونس زادة كيف كيف. معكم يوميا من أول نهار في شهر رمضان من 10 نتاع الصباح نتلقى ونحكيوا على البنة والكوجينة والتصنيف وكيف كيف، نحكيوا على برشا مواضيع يهموا العائلة الكل على خاطر الصغار الكبار الرجال والنساء وأفراد العائلة الكل يلقاو سيغتان موما يتفرجوا في الكونتوني نتاع ليميسيون نتاعنا اللي تتعاود مع دي ساعتين وزادة كيف كيف تعادوا تشوفوا ان ريديفوزيون في الليل. معاكم كالعادة إكيب كاملة. نحب نقول صباح النور رامي، مرحبا. صباح النور نزار، مرحبا شيف دالي، مرحبا شيف نبيل. وشوية آخر باش نرحبوا زادة بضيفنا اللي باش يحضر معنا في الاستوديو اليوم يرافقنا في القعدة واللمة الحلوة هذيا. صحة رامي الحجامة، يعطيك الصحة. حلو اللوك، شنو العمل اللي عملت في روحك؟ انتو كاع صحة. ميرسي بوكو. الطقس سخون هذولي اللحية ما عرفتش تقلق تسخن ولا لا؟ تقلق ولا تحك؟ داكور، مي لا سي بون، بون ديباغا. نزار شحوالك؟ الحمد لله. انت دوري في طلع على حياه العكس نعمل العكس توا العكس. اش مازال جميع على رمضان؟ جيت تشري في حوايج العيد ولا؟ والله مازلت مازال نهاري ندوب نبدا تشري. صار مش قولي لي انا ما نشريش حوايج العيد. كبرنا اي بون، انا حتى لعاب العيد لتو لازم ناخذ ومهبط العيد زاد الكرهب هذاك اللي عرفت في التليكوموند. لا هكي هكي ما عادش نجم انا هكي يولي ولدي كيفاش. ان توكا لي بوتيك حلوا معناتها الحركه التجاريه رجعت، فما برشا برشا معناتها المحلات نتاعهم تسكرت والقسم نتاعهم ماك تعرف يعني فرحانين برشا الناس الكل اللي رجعت الحركية. فقط ناخذوا بعين الاعتبار كلي بريكوسيون باش تتواصل الحركه التجاريه ان شاء الله. ومن توا هاك عيدكم مبروك. شيف دالي شيف نبيل شنو الامور؟ شنو الاحوال؟ مادام شيك وفي رمضان وفي كاو مازلت جميعه واحده واحده قاعدين نقربوا من العيد. بديناش نقربوا لي منيو نتاع العيد غريبه حاجه كي ولا جمعه جايه؟ شيف نبيله قاعدين يحضر نص الجمعه الجايه ان شاء الله باش نعملوا حاجات هكايا ناويين. يلا شيف دالي نبدا معك، شنو عندنا اليوم في المنيو؟ لين عندنا برشا جو اليوم دونك سلايطه كالعاده نبداو شقان الفطر نتاعنا كان بسلايطه. المره هذه باش نعملوا سلاد دو مايس دونك سلاد تقطانية مع كيف كيف شويه تون وشويه انشوه وهكا مخلطه بشويه طماطم وشويه بصل. بيان سور الفاح نتاعنا باش يكون بويل دو مايس زاده كيف كيف نتاع جديده. فوالا دونك هذه سلايطتنا. اونتخي شود باش نعملوا عجيجه. نعمل عجيجه المره هذه عجيجه يتربش بها. عجيجه لا المره هذه عجيجه غوفيزيتي شويه هكا مش عجيجه نتاعنا نتاع العاده اللي نخاوها شخاله هكا. لا عجيجه المره هذه باش نعملوها في بروسكيتا في الخبز. وي دونك باش نقصوا الخبز البيت نتاعنا اللي ديما الناس الكل توع في الخبز. الخبز كله ما عادش لو حوره وهذاك نقصوه دي ترونش نحطوا له شويه زيت زيتونه ندخلوا له الفور. فوالا يتجمر شويه ومن بعد باش نزينوه العجه نطيبوا عجتنا باش نزينوها فوق البروسكيتا. دونك في العجه عندنا مرقيز دوداند نتاع المزرعه. دونك المره هذه اخترنا مرقيز دوداند دونك باش نقصوا شويه كوليسترول واللحم بقري والكل. دونك عندنا المرقيز دوداند نفوح وهي اللي يعمل 66 كيف. دونك عندنا كيف كيف الكعيبه باغيت كما قلنا البيت، عندنا شويه فلفل وعندنا طماطم دوبل كونسونتري نتاع سيكام كيف كيف شويه توزويزه نتاع الهريسه بيان سور ويل دو مايس في الترتيب نتاعنا وباش نزينوه بشويه بيمون كاين وشويه زيتون. هايل برشا. في البلا برانسيبال ما ترخى شيف دالي اذا ما كان ترخى مقرونه. دونك كيفاش اليوم عندنا منه. وي عندنا لافري كربونارا. ديما احنا وين نمشيو ناكلوا مقرونه تقول له كربونارا يجيبها لك مشخشخه بكل شيء. احنا اليوم باش نوريو استيوس اللي هي كيفاش تتعمل المقرونه كربونارا الصحيحه. الصحيحه الحقيقيه. احنا باش نعملوها بجومبون دو داند نتاع المزرعه. بالطبيعه مع لاتوش تونيزيان نتاع شيف دالي لازم من هذيك. باهي هاي للمنيو الاولاد اش قولكم؟ الكربونارا باش نروح بها انا اليوم برجولي. جبت لك حكيكه هاكا شيف دالي نروح بها حكيكه كيما العجيجه. العجيجه شيف نبيل ليندا الديسير اش عندنا اليوم؟ الديسير اليوم عندنا برشا شيخات. اي عندنا سابلي باش نعمل سابلي على كونفيتور. اي وعندنا كريب وعندنا ان اوتر ديسير. اللي هو اي شنو الديسير الثالث؟
ليه سيرخليف الاخر ديما يعمل لك حاجه سيرخليف الاخر باهي يا سيدي ميساج خليه في الاخر معاكم منو يعمل 66 كيف دونك سالاد دو مايس عجيجه بالمرقيز سباغيتي كاربونارا عندنا الكريب كريب تاع الشوكولا ولا لا لا باش نعملوها بالباتا تارتيني شهرزاد شاميه شهرزاد داكور باهي دونك كريب تونسي وما ننساوش بالطبيعة مع الكريب ما ننساوش الكلاس الكلاس بيان ايفيدامون الكلاس بيدور ثلج عندنا سابلي كونفيتور وعندنا معناتها سيربريز في الديسير تو بعد نكتشفوها مع الشيف نبيل تري بيان يلا احنا نرجعوا بعد شويه نلانسيو معكم لي منيو كاملين شيف دالي وشيف نبيل اون اتوندون وقبل ما نستقبلوا ضيفنا اليوم في البلاتو اللي هو زيدا كيما ضيفتنا البارح ولد الدار تو نفهموا كيفاش الموضوع بالضبط ساعه نمشيو للغوبريك سبور اللي فيها نبداو ديما نهارنا بالنشاط وبالحيويه سبور باي مي بريستين وراجعين عسلامة ومرحبا بكم صباح الفورمة حلقة جديدة وفيتيار جديد من برنامج إيجا معانا حلقة اليوم باش نركزوا برشا على الجرون فيسي وليز أبدومينو دونك برشا حاجات تستنى فيكم إيجاو معايا شوفوا شنيا عندنا اليوم يلا نبداو بليشوفمون بخوميير إكزارسيس 30 سكوند إليفاسيون جونو سنكرونيزي افيك لي برا بدي واقف الفوق بدل تالون فاس لي تالون فيغ لاغيير 30 سكوند كوردا سوتي ونكملو ب 30 سكوند سو أمريكان هذا ليشوفمون تاعنا اليوم Premier exercice pour le programme de l'aujourd'hui, je vais commencer avec les squats prise large pour solliciter le grand fessier. Donc, on dit 10 squats larges combinés avec 10 pulses. On va en position moitié et on va faire les 10 pulses. L'exercice est là, on a 3 séries de 10 répétitions. On va faire le grand fessier, deuxième exercice, on a fente avec élévation genou vers le haut. Donc, on dit 10 à droite combiné avec 10 à gauche. Muscle sollicité, on a le grand fessier. Troisième exercice, on a une combinaison entre trois groupes musculaires. Le grand fessier, les deltoïdes ou les abdominaux. Donc, en prise large, squat, déplacement vers l'avant par les paumes du main, écartement de jambes, reculer vers l'arrière, on a déjà squat jambes. Donc, on a un squat vers l'avant, écartement de jambes, on a pris en prise large, squat jambes. L'exercice est là, on a 15 répétitions, fait 3 séries. Quatrième exercice, on a les burpees. Donc, squat en prise large, extension vers l'arrière, squat jump. Naudou. Donc, qui m'a dit en descend à 90 degrés. Où vous faites l'exercice, ben les squat jump. On a 15 répétitions fois 3 séries. Nous faisons une séance interne les abdominaux. Donc, tu as 3 exercices enchaînés. Chauffe-moi. Premier exercice, Andy. On appuie sur le grand fessier, tirage genou. 15 répétitions avec l'exercice. Deuxième exercice, 15 répétitions pédalage. Au troisième exercice, balancement droite et gauche. Cercle tapra fixe. On va faire le mesqa imi ou isar. Donc, quand l'exercice me la donne, il fait 15 secondes. On va faire 30 secondes. On va faire 2 x 3 séries. Hakan kounou kamana les exercices internes. Ou même nous faisons bien sûr les séances internes à quel mankamlo les étirements. Donc, premier exercice fait l'étirement. En prise large, squat et on pousse les genoux vers l'extérieur. 8 secondes fait l'exercice. On va faire le deuxième exercice. Jambes avant tendues, tirage pointe des pieds, 8 secondes, on va faire l'autre. Je vais faire le tirage avec l'étirement. Dernier exercice en position de chaise, tirage pointe des pieds, 8 secondes à droite, 8 secondes à gauche. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Bravo à l'étabatouna et merci à la messagerie et à l'étabatouna et à l'étabatouna de la page de l'Ija Ma'ana. Inch'Allah, à vous. Donc, c'est la rubrique sport by me Pristine, qui est notre partenaire ou l'allié minceur comme les gens qui veulent être en poids. Donc, on fait beaucoup de sport, on fait des choses, 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 on fait des choses
هذاك علاش هو يونيك وفيه زادة كومبوزيسيون ريش بالسيل مينيرو وركوماندي بار لي ميديسان بور لو تريتمون دو لوبيزيتي اشربوا برشا ماء اي اون فو ريكوموند سيرتينمون مي بريستين وقيت يا جماعه باش نستقبلوا ضيفنا في البلاتو دونك هو مخرج ممثل هو مسرحي هو مقدم برامج في الاذاعه وفي التلفزه يحبوه برشا برشا توينسا الصغار والكبار في كلمه اعطيني كلمه باش يزدوا يفهموا شنو نقول قلبه كبير قلبه كبير هذه صحيحه رم الكبار وفي هذه مثل في تونس في تونس جعفور مرحبا بك اهلا بك صباح الخير نورتنا شحوالك نور ذاتك هاك تقوم صباح ديما عاقل مش عاقل ما نقص نوم نقص نوم الريتم صعيب في رمضان والله ريتم كيما التوانسه الكل معناتها فهمتني اغلبيه التوانسه حتى كيخدموا الصباح بون احنا مع الحجر الصحي واحد العباد ما كانش تخدم مي هذاك هو الريتم نستناو للسحور نتلموا رمضان فرصة تقعد ساعات حتى للسحور ساعات حتى بعد السحور بالحق ما نقعد نتفرج نشد التليفون فهمتني ونقعد نتفرج في خدمتي ونعاود خدمة الناس الاخرين لي زانترفيو تاع زملائي والناس اللي جبدوني في الانترفيو نبدا نحل ونقرا لي كومونتير نبدا نفتي والله ورحمة امي نبدا نفتي في لي كومونتير معناتها هيك لي كومونتير الباهيين تعديهم طول اما الكومونتير تاع واحد وحل معايا ولا تركز معاه معلخ انتو كان مرحبا بيك مرحبا بيك برشا اللي موجود بحضرتك عايش في قناه الحوار التونسي طول اجواء شيف نهارك مبروك سمعت عجة والدولاب اليوم عجيجة وهو تصغير يعني لغة خاطر هذيك اما هي عجة عجة وعليها الكلام كل نهار ثلاث وجمعة نلقاوك في قناة الحوار التونسي في برنامج اللي بعده في شهر رمضان سافا الريتم اللي بعد رمضان مش كيما حلقة كيما زوز لا لا احنا نتصوروا بالحلقتين الساعة بالمناسبة نحيي لي تكنيسيان الكل والمخرج زميلتنا فاطمة تويكد هي المخرجة بتاع نفس البرنامج اي نفس البرنامج نشيح فيها انا بال والله العظيم ان شاء الله تربي مولي عم الخير ما يقولوش رمي لينا نقولوا تويك نقولوا يا ربيش فهمني ديما نشيح فيها تبدا نروح المخرج نشيح نوصل لدارها بحكم هي تسكن بجنب دارنا ما تجيش تعطي العنوان ما عنديش مزية لا ما عنديش مزية وحتى في السحور معناتها الحوار يوفروا لنا السحور نعطيها سحور بتاعك نعطيها السحور بتاعي وما عنديش مزية والله ليه بخير نحن والله نشيحها ونقضيو نسلموا عليها برشا مش ممتع برشا اما اما سافا تسلك في الاخر وبربي جست ملاحظه اخرى مش كان هي شيعت حتى الاسيستونت مره زيد ما عندناش بالحوار ليش شايف وصلكم شي مريره ولا لا لا, لا, لا والله اما بالنسبه للمخرج الحقيقه خاطر معناتها المجتمع المدني لازم يعرف مسائل كيما هذه المخرجه انا اعطيتها سحوري الاسيستونت لعبت لي مره على سحوري ما نعرفش نسمها شنو هي مش مشكله طوالي صار صار احلام 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 سلموا عليها برشا احلام واللي هي راهي لوبيا جابها تكنيسيان يكون هنا امه عملتها يا اخي يا اخي موضوع اخر مهم في القلب اسمع نعوضوا لك اليوم مع شيف اللي يعجبك روح بيه اي حاجه في المنيو يعجبك اي حاجه عجبتك الجماعة ان شاء الله فاطمه بربي توانسه ماذا بيه اليوم كنا نعملوا حمله ان شاء الله فاطمه ترابيه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله وانت فين تقفوا حمله تبارك الله عليها تمشي بعد باش نحكيو على الاكسيون هيومانيتير معاك قبل ما الاولاد عندهم زاد ليك اسئله جوست انت جبت قلت قاعد نتفرج في شنو شكون تتفرج طفلي قلت نتفرج توا براتيك ما تفرجت في تفرجت في اولاد مفيده بيان سور اولاد تفرجت النوبه الحجر الصحي الحجر الصحي تفرجت فيه عجبك عاود تفرجت فيه اي عاود تفرجت فيه عجبك الحجر الصحي مش معناتها تعجبني انا راضي على الاخر قد ايه في المية راضي بنسبه 8 على 10 راضي راضي لانه سنان التحدي نتاعنا وال ما كانش الحجر الصحي ضد دنيا اخرى والتحدي سنان ضد الكورونا كلنا ضد الكورونا اعتقد انه سنان ابطال الحقين تاع الدراما هما الطب والفرامل والاطار الشبه الطبي احنا معناتها اليوم نتسموا معناتها مشينا ماشي باهي وانتصرنا على الكورونا الحمد لله نسميوه احنا الحجر الصحي ما كانش عمل فني بالاساس ولا سيت كوم بالاساس كان رده فعل كنا قاعدين كنا قاعدين ليندا توا انت ما خفتش في من الكورونا انت ما خفتش اللي تفرج فيه ما خافش كنا خفنا كانت عندنا هجس
شنو النجم نعمل كيما التوانسه اللي خرجوا في البركون ولا الطلين اللي غناه ولا الاخر اللي يصور ولا الاخر اللي يصور روحك في شياكل هي ردود فعل انسانيه خوفا من الموت خوفا من هذا الوباء القادم. والباقي شكون اخر تفرجت؟ تفرجت ثاني قلت لك نوبه زاد تفرجت نوبه ولد مفيده. وشكون اخر؟ ولد مفيده ليمات هذه باش نتفرج في قلب الذيب ما شفتوش في 27 ما شفتوش هذوما الاعمال اللي مازلت ما كملتهمش هذوما المسلسلات. والدنيا اخرى تفرجت فيها؟ دنيا اخرى ديزكستري حتى ما تفرجش بحكم انا نتفرج في الحجر الصحي فهمتني اي ما ومنا ومنا باش والله ما شفت بطل امي اللي شفتها معناتها كذب على ربي حرام. اما انا وكريم نتكلموا فهمتني نتكلموا براتيكمون كل يوم فهمتني معناتها مش سهل 2050 بيان سور بيعمل لنا كعبه من بيان سور كبار وفي كعبه صانعني الكبار وفي صانع معني مقوي ومستوي. اسمع كبار وفي شيف دالي ولا مازال عندك في الكوشين؟ وفي عنده جبتك صفه كامله عندك الكبار ما فيش صانع معني جعفور هذا بالغد نسالك على الحال الصحي والبرود صح عجب خاطر شفته بربي يتخدم بربي بنت ولا بلاش والله من غير خير ضويه خف السلك ثم فيلم تاع هرقل شفته مره تشبه له اللحيه عندي تو نحكي لك بون مش نحكي لازم انت فاطمه مره شيعتها والله ورحمه امي شيعتها فاطمه ذيك المخرجه مسكينه والله حكيت لي عليها هكا خير صح ما تحجمهاش الجمله زيرو صحيت تاع كورونا حتى زيرو دو حتى زيرو دو مش خايب زيرو كورونا مش خايب اما ما تكثرش عرضت لك جرب هذايا بس باعتباري ضيف احترموني ما تذلونيش باعتباري ضيف انت زاد بار كونتر تواتيك لا مملوط ياسر لي ابشر فهمتني انت ريت الفاز هذه توتيك على الاخر انا باش نسالك على انتم مش عايشين على الشعر خاطر انا راي ما سالتش على الموضوع حبيت نسالك توحشت السين توحشت المسرح في البيريود هذه لا ما توحشتش جمله يتوحش كيف فاطمه هو لا لا ما بفسر لك ما اكثر حاجه معناتها يثر حجر الصحي اكثر حاجه تبقى راسخه في ذاتك تقول اي هذايا حجر صحي واحنا عايشين في زمان غير الزمان هي غياب العروض فهمتني معناتها ياسر تقلقت الممثل خارج اطار الخشبه خاصه نحكيو على ممثل مسرحي فهمني انا طويكه تقريبا اكثر من 12 سنه نعمل في وان مان شو معناتها هك الكونتاكت بين باث متلقي ديريكت وناس تصفق وناس شعفور وكذا فهمتني هذاك فقدته هذاك بين لي اللي احنا في عصر غير العصر سينو الحياه كلها عاديه معناتها بطبيعتي انا عندي مده نتهدد وكل وقت نقعد مع اولادي فهمتني وقتاش معناتها نحكي معاهم معناتها اكتشفتهم من جد معناتها لغيتهم دو في يهزك ساعات ما تفيقش على شو ما تعملش والله العظيم معناتها حاجه تدوخ معناتها اخيب حاجه في الحياه انه اولادك يكبروا قدامك في رمشه عين وما تشلقش يعني تلقاه ولا كرامي بالبلحت وانت ما فقتش بيه ولا نعطيك انا زعفور والكوجينه احكي لنا انا جيتك الكوجينه احكي لنا شنو معناتها انا منهم مره ولدي سالني سؤال يدوخ روحت منكم هذه الساعه بتاع الليل نلقاه فيا قال لي باب شو نسالك؟ قلت شنو؟ قال لي يا اخي انت وين تسكن؟ وانا عمري ما خرجت الغادرة لا على شافك توصل في فاطمه صحيح بدلت العنوان تلمو مسكين تلمو يقوم الصباح يمشي يقرا ما يقابلنيش يروح في الليل نروح انا في الليل بون نروح انا في الليل مخر فهمني ما نقابلوش دونك كي شافني اول مره قال لي باب وين تسكن؟ مرحبا بيك اي مرحبا بيك جعفور شنو اموركم على الطبخ الكوجينه والفن؟ الطبخ طباخ ماهر بالحق بيان سور شنو طيب؟ شنو تحب تطيب لكم؟ لوبيا سمي لنا تراه ديجا تو بعد نعمل تيست مع شيف اولا بالنسبه للشيف ما ندخلش خدمتك هي اختيارات جماليه فنيه راهو الطبخ راهو فن بالنسبه للعجيجه قلت اسمها اي عجيجه ولهنا باش نعرفك سنجور ولا لا هو باش يعمل تيست ولا لا؟ اي عايشكم نحترموا بعضنا عايشكم مش جايبوني باش تذلوا لي الاكل شوف شيف تو العجيجه تجيب البصل ولا لا؟ ولا بلاش؟ لا بلاش بصل يرحم بوك بصل ربي تحيي اي عاد شكشوكه بالبصل خاطر قهروني انا شاد في بحثي عندي تو 5 سنين انه العجه ما يجيش فيها بصل وشكون اللي قال لك يجي فيها البصل؟ سعدي زيداني مره تعال لا قعدنا شهرين ما نحكوش شكشوكه هذيك قول له راهو الشكشوكه يجي فيها البصل الشكشوكه يجي فيها البصل لا العجه ما يجيش فيها بيان سور نعملوا حمله اخرى شكشوكه بدون بصل يلا نمشيو للكوجينه نمشيو للكوجينه تونسية يلا طب معايا ماركس طب بالحق تصنف جعفور والله طيب اي شنو طيب سمي لنا مقرونه مثلا
جيت في التريتوار تاع شيف دالي عاد هكا مقرونه فهمتني كسكسي كسكسي ملوخيه لا كمونيه لا كمونيه لا بليبي لا ما جربتهم مش تحكي توري جربتهم وخطفت مقرونه عندي مقرونه عالميه سميها مقرونه نمساويا حتى المخيسيه نمساويه علاش باش نفصلك علاش كافي بينا راهو على المنيو والله العظيم مقرونه نمساويه هي من فيها التونس كلها ما سميت كذابه لا لا باش نحط المقرونه والصوص واحد ومن بعد نغمسها بالفرماج من فوق يقول لك يثلج هذيك هي النمسه ودخلها في الجام دخلها الفور دخلها الفور ما دخلهاش الفور خليك كيما هي يا ودي تقول ثلج يصبوا فوق نحكي لهم نقول مقرونه نمساويه جبن بالمقرونه ربي يا شيف عندي بعض الاقتراحات نحب نسوقهم في السياق خاصه القناريه في الجلبان لازمنا نعملوا حمله زاد تبع القناريه خاطر مره تبلعت في مورسو قناريه في بالي لحمه في دار ضيف اقسم بالله نقمر 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 ومشيله طول الخبز نحفر له مشيله مشيله كي قربت بالضبط واحد وحطيت طلعت قناريه طلعت قناريه بربي نداء خاصه ما استخدرونا امانه ما خل رئيس الحكومه ومجلس النواب يعملوا لنا قانون ينحيوا القناريه من الجلبانه ما مش الكل يحطوا قناريه هذا فما عبيد يحطوا قناريه ايه بالقناريه ابا فما لا اي بالقناريه انا ادعو من هذا المنبر انه تتنحى القناريه على الاقل فهمتي ولا مده عام مع عن القضاء على القناريه يلا قيدت عليه لحمه لهنا وانت ماكليتش لحمه والله ماكليت فهمتي والا يبدلوا لها لونها باش ولا يرشموا اللحمه خلينا نفهموا فوالا يقمروها يا خويا لقاو لها حل عندك الحق جعفر يلا اش باش نبداو معك شيف دليل مين باش نبداو بالعجيجه اي دونك الباكيت كنا اليوم جعفر نعرفوا اللي ديما تونس عفرح بيه بخبز البيت باكيت ديما تتلوح اي دونك كنا اليوم جيت معايا انا جيت الله يفريمون كنا مع بربي ما عادش لوحوا الباكيت هذا هو يا فاطمه اللي نشيح فيك عليك كنا ديما هاكا الباكيت كل مره نعملوا بها حويجه مره بروسكيتا بالتومات سوليز مره بروسكيتا بشويه تون وزيتون ريغوتا اليوم كنا انت مش تحصها على طولها ولا كيما سالت بلانكي بروسكيتا كيما سالت بلانكي بالضبط وتحطها تتجمر وبعد تحط فوق العج بعد نخرجوها نطيبوها الجم تاعنا ونحطوها فوق الواحد باش نزينوها شويه كورنيشون شويه هذا مش نتاع بون بنينه اما مش نتاع جعفور تفرح بيه بحاجه رخيصه عليه مزيانه في اللونتري في اللونتري في اللونتري انت زعما الحاجه البنينه في هذا كل مرقيز بالحق يرحم والديك لينا والله فهمتي انت ليندا الوحيده اللي فهمتني في البلاتو دي ليزي سيام رب العالمين واحد بروسكيت اسمها بروسكيت اي بروسكيت الحاجه اللي بنينا المركز باش تستعمل نتاع داند مش نتاع بقره وي دونك باهي برشا اقل كوليسترول واقل زاد كيف شحومات والكل اكزاكتومون دونك هذاك علاش اخترنا اليوم المركز دو داند نتاع المزرعه دونك فيحو بنين كما قلنا مفوح حاضر باش مفوح تراديسيونيلمون تراديسيونيل بالطريقه الزمنيه فوالا دونك عندنا الطماطم نتاعنا دونك باش ناخذوا زيت ويل دو مايس نتاع جديده شويه زيت بيان سور نحط البصل شويه بصل براحتك يا زلمه والله نغادر شيف على الاقل بالدنيا ما تاخذوش البصل بس نزيد ديما ديما البصل رامي اقعد هكاك بالحق ما عادش تعمل 04 ديما 0201 وهذا لازم يزيد شويه في اللحيه بارك الله فيك بوكوس وليك تشوفوا البكره قد ايش هيك بسيط بون دي الخبز البيت يولي اسمه بروسكيتا عند تلين بيت خبز البيت يولي بروسكيتا عند تلين مذخم هكا يلخمو تي في خبز بيت بروسكيتا هاي بابا يلا هم بعد باش ناخذوا المرقيز دو دانت اي باش تقصوا بطبيعه مش تخليها على طول دونك جعفر هذا هو المرقيز دو دانت اي نعرفوا عاد هكا فنان هكا خرجتني عطوش هكا اللي عاد ما تفهموش باه فوالا باه اقرا حساب زايد هاك اه وي قص المرقيس نفوح من داخل بيان سور هذا وي فيه انا باش تزيد انت شويه في الصوص بعد في الصوص باش نفوح شويه بيان سور شويه حبق هكا الله ولا ننقصوا دي بتي مخصو الحبق ما يغيبش على طعام مع شيف ها الكبار جعفور ريتش بيان سور ها موجود ما موجود ما فيش كبار مريقي ولا دونك هذايا ويظني مش باش تزيد حاجه كبيره على الطماطم والمرقيز باش نخليوها عجيجه هكا هايله دونك كيما قلنا شويه الطماطم فريشه ولا وشويه كيف كيف ثوم اي بيان سور الثوم موفق علي اه على الاخر لازم الثوم بيان سور هذاك الوحيد اللي نحي كورونا في بالك نتبع فيهم اللي شاف دي ستار هذوما ماله والله بالحق ماله تعرف صاحبي نحكيو بكري بن جد راهو كيما الحياه وكيما المسرح والسينما نفس الماك هي الدنيا كلها حكارات حكارات
العلاقات يطلع علاقة الزوجية مثلا ولا علاقة الحب وكذا كلها دوزاج معناتها كان زيد ما يلزمكش تحب برشا معناتها لا مش ما يلزمكش تحب برشا يلزمك مثلا ما تتغشش برشا من حقك تتغشش يلزمك تتعارك كي تعارك تلقى باش تخلي باش تقابل اه وي تخلي بالصلح بكير صحيت ها فهمني الفنان انت كنت عندك تجربة في ميسيون بتاع طبخ شيف جعفور شيف جعفور كل شيء فيه كان الطبخ رسمي بعض يالله يالله نحكي لك نضحك وكا هو دي منهم مرة جملة واحدة من يا ربي منين هي ذيك من تايلاندا لا من تايلاندا هذيك الساعة أقوى حركة جبت الدلاعة قالت لي أعمل سلطة دلاعة سلطة دلاعة أنا أعمل سلطة دلاعة قلت لها إيه واحنا وقتها جعانين نصوروا فيها فهمني ولا في الليل كنت على الأقل سحور سلطة دلاعة واحد شدتك الدلاع شفت تعملك بالسكينة أخذوا سلطة دلاع خرجتك الأحمر الكل وذاك فهمني قالت هذا أرميه الدلاع الأحمر ورحمت أم تشتع قالت هذا أرميه في سلة مهملات وأخذ قشور دلاع كنت أنا برجني أنا عملت لي سلطة والله ورد صليبي بي محب عملت لي سلطة دلاع بالقشور تاع دلاع بالقشور تاع دلاع لي لأن الماء دل في وسط الدلاع هو في قشور ليس هنا وطلعت هذيك خلي خلي لي هذيك يجيك هو ما تعرفش نطيشوه احنا توا يجي يجي رابي كيما كيما السناري فيه انا ما يعرف حد ما نجمش ناكل ماكله ما ما عندي ما عندكش فيها كيف؟ اي مريت مثلا مره مشيت لفرنسا واستدعوني على مطعم الشناوة. ايه عندهم حاجات باهيين وحاجات خايبين. فيهم فيهم فيهم. لا فيهم فيهم بالحق. والله. والله. يلا. لا مع برجولية. بالبلاد ورطة. بالمال احنا نمشيو نعملوا طلعة الحلو. تفضل. هاي تفضل هاي. تفضل. يا ولدي ما كملتش. هاي كمل حط لنا الباقي. الشيخ ماك باش تحرك تو خذ لك المراحل. باهي. طبعا باش تحرك باه تحط على بغيت باش تحط معجونة دوبل كونسونتخي صحيت وحطيت لها طماطم كعب شنو الطماطم اللي حطيتها دوبل كونسونتخي دوبل كونسونتخي بتاع دوبل كونسونتخي صحيت وتوا عندنا الفيح بتاعنا اللي هو ملح وفلفل اكحل شوية وزويزة بتاع فلفل زينة فوالا شوية تابلو كروية ولا هريس مش مستانس تحط انت هريسة هريسة مش نعطوها في الاخر باش نخليها كيك وزويزة بتاعها وزويزة هريسة عربي عاد لا لا باش نعملوا هريسة سيكام نحطوا السيكام خويا فهمني ولا ونمرقوها تمشي سادة سلة واخر حاجة اللي هو باش نحطوا كعبات العظم اوفيتا في الاخر باهي في الاخر وهذيك هي العجيجة كي تحضر العجيجة عجيجة في في السير في الصباح كي تحضر العجيجة مستحيل ثم شكون لهنا باش ياكل امبوسيبل فما شكون باش يهزها يروح بها صحيت هذا هو السؤال المطروح حطي لي في قبلي نروح بها هذيك العجيجة نروح بها في قبلي ويرحموني اسمعني ربي شوي اللي حيقول له هذاك الله وحدني بكوس كاو مادام شهاده جات من عند جعفر عطيتك ان شاء الله يفرق انت مريقل صاحبي هكاك وجوه تلفزيه وين لا زيدني شوي ضربه صغيره الله يبارك شيف نبيل ليندا باش نحضروا الباتسا بلي نحضروا الباتسا بلي وزدت ديجا السكر جلاس باهي اموركم على الباتيسري اه الشيف ديما تقابل انا وياه صح بالميزان اه ما في باليش انا بالمقابلات هذه من وراها حبيبي هذاك باهي تتذكروا تقابلنا مع شيف فك صحيح قولوا لنا شكون اشهار موجود موجود في دي ليست باهي يرحم والديك والديك مقابلة خير شيخونا ماكل صح صح جايبين انا نذوق هذه طيب وانا نذوق تو هو برنامج وبرجولي للاطفال ورقي من عكيلك ويزعم الاطفال هم اللي طيبوا كذا فهمتني وجايبين الاطفال يذوقوا خليت حد يذوق دبلت عليهم الكل خساره جيتها في رمضان مالا تو ان شاء الله حتى شوف شو حطي في قبليل الماكله هذه السابلي بيان سور السابلي بس لي 125 غرام سكر محور اي ومعاهم 125 غرام مارغرين جديده باهي هذه المرحله الاولى هذه المرحله الاولى نحطوهم يتخلط باش يتخلطوا ومن بعد باش نزيدوهم كعب عظم و250 غرام فارينا لوبيدار جاتو هكا هكا وزوز غرامات خميره باهي بالجراميتر ولا بالواحد شايف في الحلو واش قلت لي شنو طيب حويجه لا لا ما طيب لا لا في الحلو كريمه دراع موزه لا 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 عندي عندي كويتين عندي اختي اللي هي تنا بالمسائل احنا مقسمين مسائل بتاع الحلو مسائل بتاع الحلو فهمتني كيما الوزارات وزاره الحلو ولا غريبه ولا بالحق كيما نحكي لك وزاره البوزه والدرع اختي الاخرى فهمتني سبيساليتي كل واحد حويجه منظمين احنا ياسر في العروبي في رمضان ديما التوجه كيما اغلبيه التوانسه لما حاله غريبة فهمني مقروض دياري وذين القاضي وذين القاضي قبل في رمضان قبل ليندا
كنت نطلع البيجة كل يوم كيك كيك قبل شقة الفطر رحمة أمي نطلع البيجة زليبي نجيب عندي عندهم واحد أخرى اسمها معذبة عاش كنت عارفة ولا ليه كنت أول بيجي يتفرجوا فينا يعرفوها هكا كعبرة هي كيما المخارق أما أخف من داخل ما فيهش شكل العجينة المخارق ما فيهش تو ها نصيبوها تو تنصح أي بيه تخي بيان ليندا 250 غرام فارينة بيدور وباش ناخذوا كعبة العظم نحضروا كل شيء ومن بعد نبداو نخدموا كعبة العظم الأوفيتا كعبة واحدة كعبة واحدة أيوة والمعجون شو تختار لنا بعد؟ اخترت سيكام أبريكو أبريكو لعل ضيفنا يحب فخاز يحب حاجة مريقل 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 مشماش بارا مشيت هو معروف على المشماش أي معروف على المشماش أبريكو مشماش أي معروف باهي يا جعفر كهو تواليدة مريقلينة الزبدة والفارينة نعمل الخماج من بعد باش نزيدوا كعبة العظم ومن بعد نلموا الكل بالفارينة باهي تري بيان نرجعوا بعد ما نعملوا طلب بحذاكم واحنا باش نمشيو للروبريك اللي من بعد اللي هي صحتك في صحنك وباش نشوفوا ضيفنا اليوم زعما ياكل هيلثي ولا لا نعملوا له كويز يلاه تقدر تفهم في البرد عبيط حطيته توا في بالناش بيه هذايا والله 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 هاي انا غادي يا شيف يلا شيف اليوم في روبريك صحتك في صحنك باش نحكيو مع الاخصائيه في التغذيه اميره دغمان على الكوليسترول شنو بالضبط شنو يتمثل شنو لو بون ولو موفي كوليسترول شنو ما الاسباب اللي عبد عنده عبد ما عندوش وكيفاش نجمو نتخلصوا منه الكوليسترول في شنو يتمثل بالضبط في البدن والفرق بين لو بون ولو موفي كوليسترول ديما نسمعوا الكلمه هذه صحيح الكوليسترول هو بطبيعته نوع من الليبيد معناه نوع من الدهون اللي يبدا موجود في البدن نتاعنا ينجم يخرجوا شويه الكبده ولكن يجي اون جينيرال من الماكله نتاعنا يعني لاليمونتاسيون الماكله هي اللي عندها دور كبير شنو يكون عندنا البيلان كما كنت يعني تحكي الماكله اللي لازم نتجنبوها باش ما يطلعش هذيك الحاجه اللي اهميتها كبيره على خاطر الماكله هي كما قلنا اللي تحدد لنا اسكو الكوليسترول عندنا طالع ولا لا فما لو بون كوليسترول اللي هو الاتش دي ال وفما لو موفي كوليسترول اللي هو LDL دونك ماذا بينا ديما بالعكس الاتش دي ال يكون طالع على خاطر حاجه باهيه بيان سور والال دي ال هو اللي ماذا بينا يكون طايح لو ماكسيموم على خاطر هذيك الغفلات احنا لا سيتوياسيون تاع بدلنا شنو اللي فيه توت اف البون باش نطلعوه والموفي باش باش بعد باش نهبطوا باش يطلعوا بطبيعه بخلاف الماكله سي فري فما تنرفيز الدخان فما برشا معناها فما ديفاكتور فما ديفاكتور وي كل هو وي نو في نو بيسي الكوليسترول ينجم الكوليسترول ينجم يطلع من السمنه ينجم يطلع من قله الحركه ينجم يطلع من التدخين وينجم يكون زاد فما امراض مزمنه تنجم تخلينا يكون فما عندنا الكوليسترول كيما ضغط الدم والا مرض السكري ينجم يكون هيريديتير زاد ينجم يكون هيريديتير بيان سور اما زاد حتى العوارض هذوما ينجم يكونوا داخلين اكثر من لي فاكتور اكستيريور معناها احنا وشنو ينجم يكون عيشتنا كيفاش انت حكيت على غلط الدم والسكر اي شي الحميه اللي يعملوها فما حميه سبيسيال يعملوها جو كرو بيان سور هو بطبيعته اللي عنده اي مرض كرونيك معناها مرض مزمن لازم ساعه اول حاجه يعمل اون كوريكسيون اليمونتير تصليح نتاع ماكله التصليح نتاع الماكله هذيا يكون ياكل قبل رمضان وبعد رمضان بيان سور قبل رمضان لازم يعمل هذيك البيلان نتاعو من الاول بالكل لازم يشوف الطبيب اللي باشر فيه سورتو باش يعرف هو معناها حالته شنو اسكو ينجم يسيم والا لا ويعطيه الحميه اللي هي اخصائي تغذيه يعطيه الحميه نتاعو باش يكون ادابتي للحاله نتاعو البدن وسيرتو زاد الدواء اللي يخو فيه. باهي لو بون كوليسترول باش شنو يطلع في بالي من بين الحاجات الحوت زيت زيتون فما لو بون كوليسترول يطلع بالاوميغا 3 اوميغا 3 اوميغا 3 اللي هو نلقاوها في الحوت الدهني في العظم وفي العظام اللي يبدا انريشي فما عظام العظام الانريشي من الاوميغا 3 اما الاصفر العظم نردو بينا على خاطر اللي تري ريش اون ليبيد وما نفوتوش بالحق معناها اصفر واحد في النهار على خاطر شكون باش ياخذ اكثر من عظمه في النهار برشا اللي فما ناس ياخذوا اكثر بيان سور في البريكا عظمه في البريكا عظمه تلقى عامل اون بريباراسيون اخرى مثلا طاجين ولا عامل اي حاجه تلقى فيها برشا كميه نتاع عظم دونك هذاك علاش نختاروا ديما الابيض خاطر بروتينات مي الاصفر هو اللي نقصوا فيه لو ماكسيموم اصفر واحد في النهار سي كوريكت الحقيقة به فوالا عندنا زادة كيف كيف الحوت كما قلنا الحوت الدهني كما السردينة كما الماكرو فيهم اوميغا 3 سردينة على قد رخيصة ما فيها برشا فوائد فيها برشا فوائد كيف كيف زاد عندنا البذور كما بذور الكتان وكل فيهم برشا نسبة نتاع اوميغا 3 اللي هي تعاوننا بالكدا اللي هي فيها زيوت نافعة زيت زيتونة زيت زيتونة بيان سور زيوت النباتية الكل فيها تقريبا اوميغا 3 وخاصة زيت زيتونة ونزيد كيف كيف لازمنا
نركز برشا على الألياف، على خطر الألياف اللي موجودة في مكلتنا تمتص الموجود الدهون اللي موجودة في المكلة متاعنا. كل بانج معناتها كل حاجز في المعدة متاعنا تمتص الدهون وتمتص السكر اللي موجود في المكلة في البلا برينسيبال. دونك لازم يكون ديما عندنا سلايطة من الأول بالكل. أنا حاسة جعفور ماهوش ماهوش مريقل في الحكاية هذي، خاطر تجي تحكي هو يعمل هكا ويعمل هكا. وي 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 سي با والله أنا شوف حاولت برشا مرات باش نست في أموري يا خويا نفشل، ماهيش سهلة راه فهمتني؟ سي با توجور ايفيدون. مش سهلة مش سهلة معناتها أنا وحنا ياسر عندنا ماكلة مخميخ وبنة. خويتي أنا عملت أربع محاولات ريجيم. نتذكرك مرة 21 كيلو ضعفت مرة. إي نتذكرك بالكدا 21 كيلو ضعفت. خف السلك تو دكتورة أنت ما في أخصائية تغذية نوتريسيونيست. ما نجمش نقولها بالفرنسية. نوتريسيونيست. نوتريسيونيست. هذيك هي هذيك هي. شوف دكتورة انت كان نوتريسيونيست اي لا نحكي بالواقع تضعف زاد قدام النوتريسيون قدام الواقع ولا معناتها قدام السمسه وقدام بصل بصل باش نوصف لك مشهد قول لي انت كان نوتريسيونيست شنو تعمل شنو تعمل في بلاصتك قول لي يلا تو انا بعد زيد نقول لك حاجه انت ريجيم انت ريجيم اي وشقان فطر اوكي وصايمه اي وريجيم اي هيلثي هيلثي انت وحطوا شقالة مكرونة اي سباجيتي مش مكسرة في اثنين طويلة مشخشخة بالصوص مغطية بالثلج كيف قلت انت جبنة انا جاي له كلها صوص نعطيك معلومة القرن الفلفل الاخضر اي هو بيده في وسط الصوص من داخل كي تهزه يبدا يهبط الصوص على الصوص الصوص محرحة فهمت الوضعية هي شنو ولا الزدر نتاع الدجاج عامل هكا لا 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 نحكي في الواقع يا ربي الزدر نتاع الجيش عامل هكا فوق الصوص فهمتني؟ وتزيد تصب فوق القرن الفلفل الاخضر هذاك اللي فوق الصوص يولي احر شنو تعمل اي؟ جيب توجيك دي كونسلتاسيون هكا للعايدة العزيمه العزيمه حاجه بركه جعفر نقول لك حاجه نقول لك حاجه انا واحده من الناس كنت اكثر من هكا ب 33 كيلو عليك والله كنت اكثر بصحتي برشا بالحق العزيمه عندها دور كبير ولازم الريجيم نتاعك يكون انت حسب حياتك انت شنو معناها ما لازمش يكون اي مثالش لو مقرونه ماهيش ممنوعه في الريجيم بالعكس احنا ديما النظريه نتاعنا على الريجيم انه هو صعيب انه هو قاسي بالعكس وقت اللي انا نجيب الريجيم لانا لحياتي شنو لازم هذيك علاش نقولوا ديما الريجيم راهو بيرسوناليزي معناها عباره عبد باش يلبس حاجه قياسه دونك هذيك علاش لازمك انت مثالش تتبع من الاول تحسها صعيبه شويه ولكن من بعد حتى الشيء هي تنقص حتى الحاجات اللي انت اما 33 برك الله عليك اقل 33 جعفور ولفيت انه لسه انا راني ما اغزلني انا مانيش انا استنسنا بك هكا احنا توا مثلا لا توا ذي مثلا صحته ديما صح قبل كل شيء لا صح قبل كل شيء اخر سؤال نختم معك اميرة دغمان تو فينالمون بور ايفيتي جوستومون هالكوليسترول هذايا شنو هما الحاجات المنصوح بها ناكلوهم اكثر لي فيوند ماغر مثلا نقصوا من برشا فخيتور برشا شنو الحاجات كما قلنا من الاول بالكل ديما عندنا الياف معناها اللي هي موجوده في السلطه نتاعنا الغله ما نحيولهاش القشره ماذا بينا نغسلوها مليح مليح وديما نخليو القشره نتاعنا ديما عندنا اكثر الياف حبوب الكامله ما ناخذوش اكثر حاجات تكون مثلا من الفرينه البيضاء والا مسميد ديما ماذا بينا قمح شعير نخالك سواء في البات والا في الخبز هذيكم زاد كيف كيف الياف دونك يمتصونا الكوليسترول اللي موجود في الماكله نتاعنا من الحاجات زاد المهمه على الاخر انه نحاولوا نبعدوا اكثر على الحاجات المقليه نبعدوا معناها باش نقصوا الفريتور والموفيز كاليتي نتاع الزيوت اللي تدخل لنا لبدنا نجموا نشوي والا نفوروا اللي هو احسن مود دو كويسون نجموا زاد كيف كيف ليندا نحاولوا نبعدوا لو ماكسيموم على اللحوم الحمراء على خاطر فيها مواد دسمه خايبه شويه سختو الحمراء علاش راهو حتى الهبره فيها ان سانكيام نتاعها ماتيغ غراس معناها حتى كي نقولها وسي مانيش قاعده نشوف في شحم بالعين المجرده راهو ديما الخمص نتاعو فيه ماتيغ غراس هذاك علاش ديما ماذا بينا حتى كي ناخذوا لحم احمر ما نفوتوش مره في العشر ايام ونحاولوا نفوروه باش يهبط الزيت نتاعو ومن بعد نستعملوه في الماكله نتاعنا هكاك ما نحرموش رواحنا خذينا القيمه الغذائيه
وميم طون خديناها يعطيك بدون كاليتي. يعطيك الصحة، شكرا لك أميرة دغمان أخصائية التغذية على النصائح نتاع اليوم. نردوا بالنا مالا من الموفي كوليسترول ونطلعوا في الكوليسترول الباهي، وإحنا دايوغرا ونحاولوا مع الشيف دالي براتيكمون من أول رمضان لتوا ما نطيبوا كان باللحوم الحامض البيضاء، حتى مرقز اليوم يقول لي الشيف دالي استعملوا معناتها بتاع داند هكا ولا شيف؟ تخي بيان. إي بيان سور ليندا داند كذاك، علاش إحنا في عجيجتنا اليوم استعملنا المرقز دو داند أقل كوليسترول. نحب نسكب باش نوريكم الفيديو هذايا كيفاش يتعمل المرقز. باهي يلا نمشي معاك. نحن اليوم في قسم تحويل اللحوم في شركة المزرعة. المرقز دو داند متاعنا متكون من لحم الفخذ الديك الرومي ستيك دو داند، اللي هو كيما اللحوم الداند بصفة عامة لحمة ميغر، يعني فابل وماتير غراس، نسبة الدهون منخفضة، غيشون فيتامين بي 12، غيشون فير وسهلة الهضم. أهم حاجة في طريقة الإنتاج متاعنا هي الكنترول متاع المواد الأولية اللي استعملوها وتاع طريقة التصنيع. حافظوا ديما على درجة حرارة منخفضة في اللحم، انفيريور كادوغري، ديما أقل من 4 درجات، ونثبتوا زادة حتى في التمبيراتور نتاع لي سال دو ترافاي زعما ما يفوتوش ال 10 درجات، ونثبتوا في النظافه نتاع الماتريال ونظافه نتاع اليد العامله. لي كونترول هذوما يقوم بهم قسم المراقبه الصحيه نتاعنا، اللي هو متكون من تقنيين ساميين وعلى راسهم دي فيتيرينير، باش نجموا نعطيو منتوج صحي وصالح للاستهلاك. دونك نبداو نخرجوا اللحم نتاعنا من الشومبر دو ستوك ونثبتوا في درجه الحراره نتاعو، خاطرها ايتاب مهمه. التثبيت نتاع درجه الحراره مهم ياسر بالنسبه لنا نحنا، خاطر المرقاز لازم تخدم التمبيراتور طايحه باش ما تتكثرش الجراثيم، ما لازمش تخدم في التمبيراتور امبيونت، ما لازمش تخدم في الهواء الطلق، يعني التمبيراتور نتاع الصاله والتمبيراتور نتاع اللحم لازمهم يكونوا زوز طايحين. اللحم ما لازموش يفوت 4 ل 6 درجات، ومن بعد نجموا نتعداو للايتاب اللي بعدها اللي هي عمليه الخلط. العملية هذه تتم في الآلة اللي تشوفوا فيها قدامكم، نحطوا فيها اللحم نصبوه، بعد ما نثبتوا فيه نعاود نصبوه، ونصبوا معاه لي ديفيرونت انغريديون افيك ان اوردر بيان بريسي. لي انغريديون اللي استعملوهم جينيرالمون في المرقاز كيما التراديسيونيل نتاعنا هي روسيت ديفلوبي من المزرعة، نحطوا فيها الثوم، نحطوا فيها الفاح، نحطوا فيها الملح، نحطوا فيها زيوت نباتية. الفاحات نتاعنا سي دي زيبيس سيليكسيوني باش تعطينا ديما نفس المطعم نفس اللون. نتعداو ليتاب اللي بعدها اللي هي باش نعبيو الفارس نتاعنا في وسط المصران. المصران نستعملوه هو مصران علوش العادي نتاع التونسي العادي نتاعنا، والتعبيه هي التعبيه التقليديه اما ماتا غرون ديشيل، نربطوها بطريقه تقليديه العاديه نتاعنا كيما نعملوها في الديار، ونعلقوها باش تستقطب، وندخلوها للشومبر فرواد باش تكمل تبرد ولا فيوند سورا ماتوري. من بعد نتعداو لليتاب الاخرانيه اللي هي التعبيه، ونعبوها ميزون كارتون وميزون ساشي. وتو باش نمشيو للروبريك اللي من بعد اللي هي الو دكتور مع الكوتش دو في اشرف قنفوت. باش نحكيو على تاثير طبيعه الخدمه على النفسيه وقت الواحد عنده مهنه تعبه وتكون شاقه، تنجم تكون فيزيكمون ولا حتى مونتالمون، لازمها برشا تركيز، لازمها برشا ايفور. كيفاش تنجم توصلوا لحالات ساعات صعيبه؟ نحكيو اليوم على البيرن اوت في العالم اجمع، ويمكن حالات اخرى ما اخطر. خلينا نفهموا الموضوع ونلقاو سورتو الحلول اللي تعاون الناس اللي عندهم مهن صعيبه من نوع هذايا تو دو سويت في الو دكتور. مرحبا اشرف قنفود كوتش دو في في ايجا معنا. شحوالك؟ سافا تري بيان، نورتنا، مرحبا بيك. لي كوتش اون جينيرال ديما يضحكوا خاطر تيلمون يعطيو لا بوزيتيفيتي للعباد، دونك لو سوغيغ اي توجور لا. دور مهم تو سيرتو تو مع الكورونا مع المرض مع ستريس. سي با ايفيدون، حاجه مهمه برشا. باش نحكيو على موضوع مهم برشا، يمكن جعفر تلقى روحك فيه خاطر فما نوعيه من الخدمه اللي فيهم برشا ضغوطات. اليوم كو سوسوا ضغط مسلط من دي زوبجيكتيف لازم يوصل لهم، كو سوسوا الامبيونس نتاع الخدمه اللي يخدم فيها لي ستريسانت، برشا اسباب تخليه يكون مضغوط. نحكي كيما قلت انا قبيله على البيرن اوت ساعات، واللي واحد يقول لك غالبول جون بو بلو ما عادش نجم. اليوم يعني الحاجه هذه تخلي العبد يكون مش مرتاح في خدمته بسبب بالحق الخدمه، ولا ساعات بسبب العبد بيده اللي هو ما عرفش يتاقلم مع الوضعيه.
هو فما دو بوسيبيليتي فما اللي الانفيرونمون تاع الخدمه ولا الخدمه هي بيدها مش لازم حتى الانفيرونمون تنجم تكون حتى ميتي ليبرال وتخدم وحدك مي عندك برشا ضغط وجينيرالمون المهن الحره فيهم اكثر ضغط خاطر مربوط بروحك معناتها لي ريفوني نتاعك مربوطين مش كمسمار في حياتك دونك اصعب ساعات اصعب برشا مش ساعات دونك ساعات تكون الانفيرونمون تاع الخدمه الكلها ساعات تكون الخدمه هي لا ناتور دو ترافاي معناتها مش كيما عبد يخدم مرتاح ولا كيما ولا حاجه كرياتيف ايتترا كيما عبد يخدم sous pression ou ça a des aides la bête il est sensible à différents trajets mais à éléments ce qu'on appelle stimulus extérieur qui fait que il ne s'adapte pas il a qu'un matin de groupe de carrière d'isolé ou à la hachée moi la rando qu'elle fait à fin 9 soit les décennies le carreau fait poste et disent moi il connaît le leadership ou homme et n'a jamais chirou ou les décennies pas fait pour ça voilà ou les décennies d'aïkoun il chasse matin mais les conflits il travaille en équipe ou ça a fait ma pression mais la roufette il est bien dans le gère pas ma notable le relationnel tout à fait هذاك هو جينيرالمون العارف لازم يكون عنده لاسبي دو القياده ليدرشيب باش ينجم جوستومون يركح العباد الكل ويحط العباد اللي تتفاهم مع بعضهم والعباد اللي ما يتفاهموش معناتها فما اون سورت دو بروفايلينغ اللي يندى دو بلوس ان بلوس ولا يعملوها جوستومون انت حكيت عن ناس اللي يخدموا حر هكذا جعفر اليوم كيفاش ترى روحك معناتها فما ضغوطات شويه في الدومين تخدم فيه انت في راديو فما التلفزه وفما التمثيل فما المسرح سين انا ما بعرف ممكن الخبره الجلده ماتت اي اما انت تقول على معناتها ما قريت قبل مثلا كي واحد يكتب لي ستاتيو ولا كومنتير تتحس منه وهو يبدا تافه انسان تافه ما عملت شيء في حياته معناتها ما عملش حتى حاجه تصلح قبل طب بالعكس انا وليت نعتقد اللي كونه مادام حكايه هو ديجا فهمني ولا لو كان انسان ذو قيمه اش معناتها ذو قيمه نحكيو مهنيا معناتها مهنيا يفهم عنده آليات تحليل زميل فهمتني اما مثلا يسبك ويسب لك العرش نتاع ابوك ويسب لك والديك فهمني ولا ويدخل فيه ويكتب باج وعنده الوقت عنده الوقت باش يكتب باج معناتها كيما نشوف تو في حملات على فنانين معناتها يعطيهم الصحه هما ديجا اللي خدموا في الكونفينمون يعطيهم الصحه اللي قدموا للناس راهو الفنان راهو بشر راهو انسان راهو ذات عنده صغار وعنده عائله وعنده ام وعنده ابوه كذا قبل كان يقلقني تو اقسم بالله العادي قلقني بالكل دونك فما الماتوريتي ثقه في النفس ثم ضميري فقط ضميري قلت انا مثلا تو نحط راسي على المخده نرقد عملت برشا اشياء تافهه وما زدتش نعمل حاجات تافهه على الاخر وفاشله على الاخر ما زدتش نفشل باش نشبعكم تفاهه يفو اسيومي واحد لي شوا نتاعو فينالمون سي لا كومونتير تلقى موديفي بعد ساعات ثاني وسع باله فسخ وعاود وعاود ستركتور كامله نتاع الكومونتير يبدع بعد ساعات الواحد في كومونتير لطف ما فهمتني معناتها وثم راهي ناس باهيه معناتها قريت في لي كومونتير كل مثلا خاطر احنا راهي مشكلتنا توا لي كومونتير فيسبوك كذا هي بدلت الدوله بدلت سيستم بدلت كل شيء هذا ديجا يجي موضوع وحده على خاطر هذول حكينا عليه حكينا عليه قبل احنا تلمون معناتها فما نيجاتيفيتي غراتويت وقتاش واحد اللمبوبه الحمراء تشعل اللمبوبه الحمراء يقول انا خلطت للتوب لازمني نفريني نعمل غوميز اون كيستيون باش ندخلش فك البيرن اوت اللي نحكيو عليه والغلبول هو ايش نقول لك هي ما نزنيش نخلطوا اللي تشعل اللمبوبه الحمراء خاطر اذا كان شعلت اللمبوبه الحمراء سي تخو تاغ سي كو اوني جوستومون يا اما في البيرن اوت يا اما في في الديبرسيون يا اما فما اوني ديجا دون لي اسبي نيجاتيف فهمت دونك باش تولي تصعب العمليه ونوليو حتى ان تيرم دو بريز دو ديسيزيون دو شوا ان تيرم دو شوا دو الخدمه دو بريز دو ديسيزيون ايتترا تصعب علينا دونك انا سكو جو ريكوموند سكو تو الموند ريكوموند سي كو نعملو امبوبا برك دينيه ساعه قبل اللي هي اورانجي فوالا لورانجي اللي هي تقول بون معناتها نعملو ليتا دي ليو خاطر هو كيفاش العبد يحس بالقلق من الداخل تبدا متقلق معناتها باش تبدا متقلق باش تقول انا ايش بيني متقلق يا اما باش تقوم في الصباح تمشي لخدمتك كيما نقولوا احنا واحد يدسك كارتي في ساقيك معناتها في ساقيك والا في الانفيرونمون تاع الخدمه تلقى روحك ايزولي والا الفلوس اللي باش تدخلها ماكش قاعد تدخل معناتها المصروف اكثر من المداخيل دونك هذوما الكلهم ديما كل واحد سولون الخدمه نتاعو يحط لي زانديكاتور ينزع البوتون ستوب يحط لي زانديكاتور ويعمل برك ديني اذا كان جينا في البرك ديني وقتها نعملوا ستوب وقتها اون برون دو ريكول وقتها نعملوا لاناليز تاع لي تاع دو ريكولي بور ميو افونسي ما يسالش معناتها ماهيش خايبه ساعات عباد فما واحد ما يحسش بروحه يا في الديبرسيون ولا في ولا في البرن اوت ما يحسش بروحه ما تنجمش نبدا تحس بروحك بالقلق سي تري امبورتون باش نكونوا اليكود دو نو ميم تحس قلق تحس قله نوم تحس الميك اب تاعك تحس روحك امبولسيف تتعارك كيفاش يصلح من نفسيته وقتها هذا الشيء قاعد نقول فيه معناتها ناخذوا لو
هذوما الكل هما دي زانديكاتور. اذا كان فما واحد من لي زانديكاتور هذوما نشدوا فرا ما نخليوش روحنا لين نطيحوا على الاخر ولين اون باس فيغ لو بيرن اوت. راهو لو بيرن اوت يبي انجندري دي سويسيد معناتها نراوه في العالم الكل سورتو في الجابون اللي لا للاسف بون احنا صباح لازم نقولوها ما يخلطوا للحالات اكستريم نتاع لطف انتحار اكزاكتومون. دونك وقت اللي نخلطوا نبداو نحسوا في روحنا سافا با نقفوا ونقولوا شنو هي الحاجه اللي ردتنا سافا با اسكو سي الخدمه والا اسكو سي حاجه في حياتي اسكو في حاجه في حياتي هلكت لي الخدمه نتاعي والغوندمون نتاعي وخلتني سافا با في الخدمه نتاعي والا اسكو سي لو بروفيسيونيل كي ان تران دامباكتي لو بيرسونيل. وهنايا نبداو اون كومونس ا فير لي شانجمون يا تروفي اخر سؤال. وانت نعرفك تو كوتش نتاع دي زيكيب نتاع فوتبول نتاع كوره نتاع كوارجيه ليكيب ناسيونال دونك ليكيب ناسيونال اونتر اوتر سي با ايفيدون ما لازمهم هذوما من النوع اللي ديما معناتها ديما لي كومبيتيسيون وديما الماتشات وديما كيفاش المانتين هكا زاد نوع من انواع كيفاش تحفزهم كيفاش ما عادش احسب توا جعفر جوار داخل شنو الديسكور اللي تقولوا لهم قبل ما يدخلوا يكونوا الديسكور اللي يقولوا له حاضر العب بالدور ايش نقول لك وين الكاسك نتاع الموزيكا ولا نتاع الموزيكا احنا اللي عملنا اللي علينا البيق العربي لا لا يزيد ما نحبش فيهم انا وليدي نقولوا عملنا هكا ام تي كوتشينغ قبل ما يدخلوا شنو تقول لهم كيفاش تحفزهم كوتشينغ اللي هو باش نحفزهم واللي هو توا هذاش قاعد صاير راهو داخل فيديغاسيون تاع الكوره مازلنا كي عملنا ويبينار نحكي يزيد جعفر ما يعملوش هكا رفور هكا وليد رفور هكا هو شو سي ان ديسكور كون فاتونيغ للعباد الكل اللي هو هذايا حاجه جديده على العالم الكل وكارثه على العالم الكل وكيما نقولوا احنا الشنقه مع جميع خليها يفو اتر برو اكتيف شو معناتها برو اكتيف سكو توا في الفتره هذايا مثلا لي جوار كان جاي جعفور جوار يزم الكامل يترينا حتى كان انديفيدوالمون مش كيما تترينا اون ايكيب كيما تترينا وحدك باش يخلي كونديسيون فيزيك هذايا سي فالابل للعباد اللي تخدم معناتها احنا حتى كان توا بطاله اونتر كيمي اون بروفيت هالكلمة ذي باش واحد يراجع روحه ويسمع كورونا اور كورونا باش تحفزوا مثلا باش داخل الماتش باش تحفزوا داخل الماتش عاد هذاك تبدا هي سي ان ترافاي كونتينيو دومي فينال في روسيا نتاع الكوب دو موند لا لا نحفزوه اللي هو لازم يكون عنده ثقه في روحه وعنده ثقه في الجمعيه نتاعو لازم يكون عنده ثقه في الاوبجيكتيف نتاعو ولا الاوبجيكتيف نتاع الجمعيه لازم نعملوا ريفيزيوناج قبل على لي بارتي القويين اللي لعبهم قبل نعملوا تعرفني نعمل ليبنوز دونك نخدموا بالليبنوثيرابي باش نطلعوا في الثقه في النفس مش عارف روح فيني كون والله كان رجع عنا اكثر وقت رانا جربنا سيونس ديبنوز مع جعفر عملنا جعفر اون لاين سي في وي باوي جربتوها عمل فيا هو مش في التلفزه مش في التلفزه عمل فيا تحب تجربوها في التلفزه نجم نعملوها في صاحبي توصيه مش عارف ديما ما عرفتش شو يخرج من بومب تنقص وبعد كوبي بي فوالا تري بيان رامي عندك لي سؤال زاد انت حبيت نسالك نخدموا بيه دايوغ في وسط سيتواسيون هذيك كومون تو امبروفيز يعني في وسط سي بون واش نعرف معناها في وسط سيتواسيون جا فالك طرشقت لمبوبه الحمراء واحنا في وسطها مثلا في الخدمه ولا في غيرها تعمل ركول وتخمم تعمل ركول ايجا نقول لك اون ا توجور لا بوسيبيليتي دو سو كونسونتري باش نعمل ركول حتى كان يبدا فما 1000 عبد حتى كان معناتها نتصور الجعفر يبو كونفيرمي سا مثلا كي تبدا في بيس دو تياتر فما جمهور فما شكون يخرجك من ليتا نتاعك تو تو ريكونسونتر معناتها هذايا معناتها تعاود ترجع تو تو رومي دون لو ريسبيراسيون رابيد تعاود ديما مخك يكون باهي توا كيسكو جو دوا فيغ توا سي كوا لا ميور سوليسيون كو جاي مانا اون سوليسيون رابيد بوزيتيفيزم نكونو دون لا معناتها سوليسيون اورينتي سوليسيون با اورينتي بروبليم نخرجوا اي لا اون ريفليشي اي اون فا ريكادري لا سيتواسيون ترجع الخايبه نعاودوا نرجعوا يعطيك الصحه اشرف توجور ان بليزير لي ندو يعيشك عزيزتي ميرسي اشرف فرانكفورت دو كوتش دو في ديما بوكو دو بوزيتيفيتي ان شاء الله توصل للناس هذا لو بوت فينالمون وان شاء الله بون كونتينياسيون ليك وللناس الكل اللي فتره كما قلت انت تتعدى ونقوموا منها ان شاء الله اقوى نقول لك ميرسي بوكو احنا نعملوا طلع على لي شيف شنو حضروا لنا وين وصلوا في المنيو نتاعهم يلا نمشيو للكوجينا يلا شيف دالي وين وصلنا؟ رفيق شدد بصله في يدك وجعفر يغزر من بعيد قال لك ايش باش تعمل بها؟ حذير ليه؟ حذير وغادر ليه العجايش السيد ديك امورها واضحه ما غير بصل لا بصل صحيح دالي اما شوف ما غير مرشوف عايش راهو النجم ونحطوا بصل ني فوق الحجر ني مساله ثانيه دالي صحيح هطابت هي سي امورها واضحه راهو لو كان تحط البصل في العجه لا تمن اللي يكونوا كل حلقه نجيكم فهمني ولا من تحت الكاميرا تقول راهو عيب الشيء احنا ماذا بينا تجيك الحلقه ما لحط البصل لا ناري نجي ناي 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 في الاخر باش نزينوا بيه ناي مش مشكله باش نزينوا بيه تشاور العباد باش نعملوا بيه تاكل بصل ولا تحب بصل ولا لا
في العجلات. انت تحب البصل ولا بصفه عامه؟ ني بصفه عامه في الكسكس كيبدا راس بصل كامل كيبدا فوق الكمونات تقريبا مغرف وتقسم حاجه عالميه. دونك شنو عمل ديرونديل ني حطهم وحدهم دليل للي ما ياكلش البصل. لا 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 عادوش تحكي. يلا نقدموا معاك شيف نبيله. انا توا بعد السابلي سي باش نحطهم في الفور يتيبوا ومن بعد نحضروا الباتا كريب. كي ترجع من بعد نحضر الباتا كريب. باهي شيف دالي. فوالا دونك ليندا باش نبداو في السلايطه. السلايطه فيها البصل العام. اي باهي. فوالا دونك عندنا سلاد دو مايس باش نحطوا المايس نتاعنا الكل. اي فوالا انا قاعدين نشوفوا فيه في ليكرون. كيف كيف باش نزيدوا عليه شويه ابصل. اوه فوالا هاي مفرشكه. مو هذاك العجه. عجه الام العجه. عطينا كيف تاع ثم هيك مروبه شويه. هزها بالمقله نتاعها بالبوال ديريكت. لا ورحمه امي لما نهز منها. باهي فوالا ليندا دونك زيدوهم كعيبات تومات سوريز. اي سوريز فوالا. يسهل عاد السلايطه نتاعنا. لا سهل السلايطه نتاعنا. تومات سوريز شويخ. باش نزيدوها شويه زيتون اكحل. اي فوالا وكيف كيف شويه فلفل. اي فلفل حار ولا حلو؟ مسكي. جعفر انت حار ولا حلو؟ حار ليندا حاره. هاي نحكي في الموضوع سيبونا الماكله والله مش دوغون الصباح. ليه ما عندك مريت فوالا. دونك هذه سلايطتنا نخسى كين شويه فلفل والطن ومن بعد باش نزينوها بشويه اونشوا من فوق. اي اي وهكاك سلايطتنا حاضره ما نخسى حتى شيء. تحب تكمل سلايطه مع جعفر عندك اليوم كارت بلانش. عملوا لي كويز قروا. يلا نمشيو للكويز مع جعفر ونرجعوا تو دو سويت. يلا جعفر. اهلا بابا. مرحبا. يعيشك. ما عرفتنيش معه ما عقلتنيش وبكري على اللحيه او جاك الكويز. باش نعمل لك كويز من بنزرت لبنقردان. تفضل. كلمتك الشهيره هذيك. عايشك عايش خويا. اول مره نعمل كويز بريحه عجه. امشي بابا ركز معي. الله يقدر خير تحت التاثير العجه. العجه تفضل بابا. السكنه احلى عندك انت في المحمديه ولا في المنزه؟ في المحمديه معناتها المنزه ما بار جيراني في البلاس ما نعرف حد. في المحمديه تربيت غادي. كل غادي تفوت بيان سور. تربيت غادي وقريت غادي وجيراننا وناسنا واحبابنا. نرجع للمحمديه وتفوت. هاي كيفاش عديتها؟ برشا جو توازن ولا صعوبات والام؟ والله هذا والاخر فهمتني. انا في الحقيقه معناتها الوالد معناتها رحل بينا من مدنين. انا من مدنين قريه اسمها ام التمر و نحيوهم منها طبعا عائلتي و فهمتني. خرجت من مدنين لندا عمري 8 سنين صغير. طفولتي الكل والعابي واولاد عمي واولاد خالاتي وكذا صغر الكل تقلعت منه. نلقى روحي في المرسى نسكن في بوسلسله فهمني في حي الرياض. قريت ليكول واحد معناتها وقعدت نلوج على طفوله جديده. في الحقيقه تعبت برشا لانه ثم معناتها ثم مشكله في اللهجه. احنا في مدينه نتكلموا بالقا وكذا. محلاها اللهجه بتاع الجنوب ساعه. محلاها مي واحنا صغار ما لقيت اشكال. لانتيغراسيون معناتها. بيان سور. صغير معناتها احنا مثلا في مدين ما نقولوش نقعد نقولوا نقعمس فهمني. معناتها ما نقولوش انا منهم مره نذكر في المعلم ما نقولوش شوف لي اعدادي مسيو شوف لي اعدادي. يقولوا شوف لي اعدادي شوف لي. اي اي فهمتني. قلت له مسيو مسيو شوف لي اعدادي. عام كامل عيطوا لي جعفر شوف لي. فهمتني. مشهور من الصغرى معناتها. اي معناتها هذاك الاندماج بيان سور. وهي كل بلاد ورطاله وهذا الثراء في حد ذاته من الاول تعبني برشا. في المرسى كنت متميز في الدراسه. خذيت جايزتي يوم العلم من عند الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه. اي معدل 19.52. لا والله هذا حاجه اكتشاف. بربي يعودها للكاميرا خلي الصغار اللي يحبوكي يتبعوا يلقاو حتى شيء. معناتها سنه رابعه ابتدائي انا الاولاني في الجمهوريه التونسيه الكل 19.52 معدل في مدرسه حي الرياض. وخذيت جايزتي يوم العلم عند الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه الله يرحمه وينعمه. والله جعفر انا كنت صغير ومشاغب ومشوش واكسبلور. لا لا زوز باش نعرفوه توا نقعد مع الدراسه. اي في المعهد العالي للمسرح. اي كنت دوبل برشا ولا ديما متفوق؟ والله انا الساعه المعروف عليا وانا واضح صريح اني دوبلت 4 سنين في البكالوري. العام الاولاني ما كملتش. من 19-52 دوبلت 4 مرات. اي 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 خاطر جاتني فتره مراهقه صعيبه لانه انا ما كملتلكش. انا الساعه وقت اللي مشيت للمرسى اول مره في حياتي نقابل البحر من مدنين. معناتها بابا بحكم الظروف ما كانش معانا فهمتني. نقلنا المرسى اول مره نقابل البحر عمري 8 سنين. كانت صدمه عمري البحر. أنا شوف في حاجه اي نسمع به اما اول مره نقابل البحر فهمتني.
دونك تاثير البحر حتى على نفسيه البشر وكذا. وقت اللي وصلت لفتره المراهقه 15 14 سنه بابا خذا دويره سنيت في المحمديه، نلقى روحي طفولتي وقصص الحب الوهميه اللي في راسي فهمني ولا اللي عشتهم في المعصر كذا. مره طلعت من البلاصه طلعت منهم ثاني مره ثاني مره وختير ياسر باش ناسس علاقات حب جديده وخليت حبي الكل غادي فهمني بتاع المراهقه وقت ايش وكذا فهمني ضعت برشا حبيت غادي برشا فتيات من المرسى اللي كنت نحب في راسي معناتها مثلا حبيت واحده عن بعد حب مختلف والله حبيت واحده مره ولعمري حكيت معاها وعامل سيناريو في راسي ذكرها محلية في الايامات فهمتني و شو اسمها؟ اسمها سناء ايه سلم فهمتني؟ عليها حاسب في راسي كله في راسي فهمتني وهي كانت لابس عليها واحنا كنا معناتها اللي سي كان مقسوم زوز طبقات، طبقة ثرية وطبقة ما معدومة، احنا ما معدومة فهمتني؟ لعل تقلبت الموازين تو، وليت انت من طبقة ثرية وما تعرفش على الدنيا. لا ما نوّد كريم، أما نذكر علاش حكيت لك المعلومة هذه، هي كانت من الطبقة الثرية. فهمتني؟ معناتها التلمون تلبس جديد. في العيد الصغير ما تلاحظش اللي هي لابسة حوايج عيد مثلا، فهمتني؟ معناتها يوميا جديد، وعندهم حاسين، كانت تشري في ديريكت وكرواسون، القصة هذه مانيش ننساها. انا بابا عطاني 5000 نشري غاز دبوزه غاز، قال لي كي تروح من السي خذ دبوزه غاز. خويا هي خذت كرواسون ما ادت له دينار، تو دينار كرواسون وتلفتت للسيرفور كافيتيريا في كارتاجيا ياسر، قالت له خلي الباقي. انا بجنبها قلت شنو معناتها هي تقول خلي الباقي وانا نتفرج. ما نقولش. قلت له والله ورحمه امي قلت له واحده كرواسون 5000 واحده كرواسون ديريكت وخلي الباقي. ودي السيرفير تصدم تعرفش ما تخلي بيك انت 5000 يعمل لي هكا سيرفير ترجع لك بعد لباس ومخك فهمني قلت له خلي الباقي قال لي خلي الباقي هي مشيت محليه ونحييه بالمناسبه يرحم والدي هي مشيت قال لي قدامي قدامها تزيد فاستك امام باقي قليل يعطيه الصحه والله فهمني يرحم والدي السيرفير غير كانوا عايش يرحم والدي لم تكن فنانا تكون صاحب مطعم ولا استاذ جامعي؟ انا لو كان ما كنتش فنان بين ظفرين فنان انسان ما يحوش على روح فنان عاد مارس المهنه الفنيه فنان بعد 100 سنه يقولوا فلان كان فنان عنده بروجي ولا ما عندوش انا ثم زوز ولا ثلاثه مهن كنت اتمنى نخدمهم الاولانيه عامل ونظافه لانه انا اعتقد اللي يكون الممثل وعامل النظافه عندهم نفس التوجه اثنين معناتها يحاولوا ينحيوا برشا اوساخ حاشاك فهمتني ولا في الذات البشريه سيد القومي خادمه بيان سور في الذات البشريه في الذات البشريه دور الفن راهو ينظف برشا يعلي فهمتني المهنه الثانيه ولكن الظروف ربما اللي يعيشوها ماديا مش سهله باش تنجم تعيش مرتاحه ما هي مهنه نحترموها برشا طبعا 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 والناس اللي معناتها شاقين وتعبين الناس اللي ينظفوا فينا معناتها وقت تشوف في كندا ياخذ في 6000 دولار عامل نظافه فهمني ولا خاطر يعرف القيمه فهمتني حاجه مهمه برشا المهنه الثانيه تمنيت نكون في الجيش الوطني فهمني وبابا داير كان حلم من احلامه أن نكون ملازم في الجيش بون في الحقيقه بدني ومعطيات الكل بصراحه بحكي لك يصلحوا في حاجه اخرى علاش لي لازم الجيش لا لا فيزيكمون الجيش يتطلب معناتها معطيات معطيات معينه معطيات معطيات الثالثه الثالثه معلم حبيت نكون معلم لانه يعني انا نعتقد ما ثماش حل في بلادنا اليوم والانتصار اليوم جاء كردة اعتبار للعلم معناته لولا الطب نتاع اكيد الاجيال الكل قاعده تخرج عندك معلمين شهرين التالي الطبيب ما عنده حتى معنى شهرين التالي الطبيب يتسب يتهان يذل الطبيب يهاجر يهجروه الطبيب في البلاد هذه شهرين التالي ظروف صعيبه صحيح فهمتني طور حس اللي كونه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم اخر سؤال اخر سؤال بلاصه تعدي فيها نقاهه انت حوش عربي في ام التمر في مدنين ولا اوتيل 5 اتوال في سوسه؟ لا لا ام التمر فهمني ولا سوسه نحبها على الاخر ونرتاح فيها على الاخر على الاخر ولكن بالنسبه لي انا ام التمر هي خلينا نعطيك معلومه زيد العبيد ما عرفوهاش انا مثلا كذيك بيا الدنيا كذيك بيا الدنيا على الاخر ونتسكر ما عادش نجم نحكي مع حد فهمتني لو كان عندي الوقت نطلع ليلتها لام التمر نحكي لك راهو على 450 كيلومتر نطلع ليلتها نقعد ساعتين عندنا جامع سيدي احمد العجل
هذا جدنا فهمتني ولا نركش غادي نشم الهواء العليل وكذا فهمتني ولا شيء الله بولي تجدد الليه. من الاول وجديد وترجع طبعا تتجدد صحيت ليندا نشم نفس ونعاود نرجع لو كان الوقت ما عنديش نطلع البنزرت انا بنزرت ملهمه نمشي البنزرت في الليل مخر نصبح نغزل للبحر اعتقد انه البحر يسمع وعلى الاقل ما يرجعش نحكي له خاطر يحتوي على الاقل عنده وين يهز رامي عندك سؤال جعفور مضروب في اللوك نتاعو في الكونتكست تبارك الله معناها من بلاصه لبلاصه وشويه مسرحيات بعد ساعات عروض كل شيء نحب نسالك بصراحه وما تغشش عليا تبارك الله عليك تعرف تلبس مليح وبرشا الوان سورتو ديما الفاتح كيفاش تستحفظ على حوايجك بصراحه باهي عاوش فسرلك حاجه بالنسبه لمساله الملابس انا الملابس تاثر فيا كنت حكيت انه ديما تحب الوان زاهيه ربيعيه هكا ديما نحب الالوان كما امي ربيع امي ما تلبسش الغامق لك حلوه كالالوان البلو مارين يا وليدي انا كنا فاتح تقول لي راهو لوني اثر انا راني عملت معناتها المعهد العالي للفن المسرحي وقرانا مقديش معناتها الفن التشكيلي وكذا راهو الالوان تو الديكور بتاعكم محلاه مشره مشره سلم على دره صحه سمباتيك على الاخر كذاك تشوف الالوان انا صاحبي حب الالوان ما نحبش الغريد النواح البكاء النميمه التقطيع التريج تحديث الزايد نحب الضحكه نحب التبسيمه حتى في وسط دارنا مثلا جيت مع اخواتي حتى بعد توفيت الوالده وكذا انا ديما الانيماتور الموتور المحرك ما نجمش نشوف واحد عامل هكا كبي هابط عليه حتى ما نعرفوش راه قلت لك ورس النبي محمد نبدا قاعد في قهوه نشوف واحد عامل هكا نهز الهم نقول واحد نمشي له وانا نقول له خويا صلي على النبي فهمني هكا صلي على النبي يا عمري اللي لابسه يعبر على الشيء هذا الوان زاهيه صلي على النبي سي مانوش نتعاركوا خويا مره عامل مشكله وعركه وكذا قلت له لحظه انت علاش عامل هكا قلت له مثلا باش نجيوه النهار هذاك خلي باش تحزن فيه خلي في وقته وباش تعمل ديبرسيون جايين وجايين وهذه حياة اصبر تو نجيك خليه لي وقت نلاحق معناتها باش كل يحدد لك حوايجك ودنيتك وجوك وحدك شو ما تحدد تعرف تحدد وحدك ولا لا ما نحددش لا في العروض هاك عندك شكون وفي الدار نحدد انا الجمله نحدد لنا سبور حوايجك ما يقلقوش نزار وانت تحدد وحدك حوايجك قبل كنت لامي توا المعطيات بدلت كما قال اخونا جعفر الدنيا تبدلت ولا مقطعيات تبدلت؟ انا سخايل الدنيا تبدلت قبل تعرف حديد ولازمك طاوله كبيره وتحدد فيها السوريه واللي تجي معوجه والرقم ما تحددش صحيح تدخل الكم في درجته لازمنا حاجه هكا تعمل الى ان الى ان فوالا الى ان وصلنا الى ان الى ان الى ان حيث انه حيث انه بالعربيه يقول لنا وبما ان الى ان الى ان مش دخلني معك الى ان الى ان الى ان ايه جي دي فخواسور دي كواتر شو اسمه؟ دي فخواسور دي كواتر دي كواتر تحسوا جوار طليني في جوفانتس هذاك لعبي على شو اسمه دي كواترو طلياني طلياني دي كواترو قولها كاملة قولها كاملة دي فخواسور دي كواترو فوالا تو دي كواترو هذا يتعلق الشمس بتاعك قاعدين نشوفوا فيه في التصوير سمعت به هذه تعرف حتى في الريستورون قال لك تبدا عندك ريحة الماكلة والدخان والماكلة والله بالحق مثلا ريحتك بالعجة كيما طلع من ضربة بعد فهمتني ينحي ريحة العجة كلامك صحيح جعفر بالحق ولا بالحق والله نعرف ريت تبدأ عندك كابوت معلق ولا حاجة في ريحة الدخان ريحة الماكلة ينحيك لي بكتيري زاد تعمل ريدوات في الدار تعمل حتى البنك اللي قاعد عليه نعمل كل شيء دباش سواغي سنسيبل وتو تيب دو تيسو وتمبيراتور ما فهمكش مش لازم تحط مثلا تمبيراتور معينه لا لا يمشي مع التيسو الكل تمبيراتور تحب عليها انت ماهيش واللي جميع اللي يسافروا كيفك انت برشا عندك مهرجانات وين سافر وقتاش تسافر مهرجانات عروض برا ولا حاجه عروض برا بعد ان شاء الله ان شاء الله بعد الكورونا مش لازم تهز هذيك الكبيره فما دي كواترو صغيرون هذي بورتاتيف حطها معك في الكريبه تهز باش تعمل ايه بعد اذنك نجم بيان سور لا تو اوكي كيفاش نكمل وبعد قلت لي عاد اعطي هي الوظيفنا تو هكا تو نقص عليها مرتين قال ما يسالش ما يسالش الله يرحمك هو هو على خاطر لو كوتي براتيك عجبته معناتها نتاع الفكره فكره جعفور يحب يغور عليها فكره هكا الحقيقه تحط في الفاليز و سي سي فريمون براتيك فوالا دونك للرجال والانسان بون فما زاد نساء عندهم دي روب سواري وروب وحاجات دونك فنانين ولا فنانات ولا ساعد على الاخر فوالا والكريخ مباشر بلي شوميز والبنوك تك تك كيما جعفر مثلا يبدا عنده مهرجان
شغل لوج على حديد وقتك والطاولة سيرتو المشكلة في الطاولة الطاولة بون الحديد تعلق حوايجك وتعمل تك ضريبة تك ولا حتى فوق فوق لا فوق لا لا حدد لي خاطر ينجم يعمل وحده الحديد سي فاسيل ولا شوف مخه ولا هكا مالاش نعمل من الحكايه دي الكل المره الثانيه ايش اقول لك خاطر انا نحكي باسم النساء هنا يتفرجوا فينا تقول لك شبه ديما في راسي بقلتاش عليها يا اخي تعبين راه من سيره شو تعبين والله تعبين والله تعبين يعطيك الصحة نزار على الاقتراح نتاع اليوم واللي تفرجوا فينا كان عجبتهم دي كواترو دونك ادخلوا على الباج فيسبوك دي كواترو تونيزي بيان ايفيدامون يلا احنا باش نمشيو تو دو سويت في احنا معكم احنا معاكم مع الناس الخير مع الناس اللي تعاون غيرها مع التونسي اللي يقف مع التونسي المحتاج في جميع المجالات وعاود ديما نقول انه الازمه نتاع الكورونا ورات قداش التوانسه قلوبهم كبيره بحضرنا جعفر القاسمي اللي مش انا باش نحكي عليه معروف لي زاكسيون ديما يقوم بها للصغيرات للناس المرضى للناس المحتاجين ويظهر لي الناس كل تصطف وراك جعفر مما تعمل انيشيتيف وبحضرنا مدام دره نستقبلها دره قارة مرحبا بك لاله رئيس جمعيه وان داي وان دريم تعرفوا بعضكم فينالمون والله مدام دور نعرفها عامين التالي ثلاث سنين التالي كلمتني مراه فهمتني ولا قالت لي على السلامه انا مدام دور قلت لها انا جعفر فهمتني كيفاش نجموا نتحصلوا عليك يا وخي يا وخي في ايدي عندها الحمل يا وخي قالت لي تليفونك يا وخي شيحت لي ريقي قلت له انا جيت من فيسبوك جيت من كيفاش نتحصلوا عليك تعرفنا على بعضنا كذا قلت لها مدام في كل وقت مدام درة أنا نعتقد أنه من سين مناضلات تعمل في حاجات أنا مسميها الجاز دو فيل جاز دو فيل بيسير 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 جاب ربي قاش دبوش جاز خلنا نفهم الميتافور بتاع الجاز دو فيل ما تشوفوش أما النار تقدح الشيف يعرف شنحكي الجاز دو فيل الجاز دو فيل قوة الجاز دو فيل أنه الحيط ما ترى شيء ما تراش يبرش حديث يعني الخدمة أكثر من الحس قولوا احنا هذه مرة مضحية مسيبة دارها مسيبة حياتها وكذا فهمني ولا مناضلة تحب الساعة مستشفى الرابطة قسم القلب بتاع الأطفال المرأة هذه واقفة عليه والمرأة هذه تسمع في الـ في الـ في الصبان وفي الـ في عليش لا لا وينها لا أي إنسان يخدم كما أي إنسان مضحي ولا جزاء ولا شكورة ها باش نقول لك حاجة أخرى زاد باش نعطيك معلومة أخرى من هنا القادم الأيام ماكش تسمع شيء راهو حتى شيء تم ربي صحيتي exactly. تخدم على روحك حبيت أقول لك أنا فخور اللي ثم مرأة في تونس كيف كنت الحمد لله يا ربي أحكي لنا من مدام دورة الأسوسياسيون لاكس اللي تخدم عليه شنوة بالضبط هذي باش نتجاوبني عليه جوست بعد نشوف الفيتير هذي داكور مع بعضنا نجم نحقوها خاطرنا توينسا ما يوقفنا شيء خاطرنا توينسا وما يوقفنا شيء تونس تنادينا ولازم ما نعملوا اللي علينا عاون وكون انت القوة شد دارك واحمي حبيبك وصغارك شد دارك واحمي حبيبك وصغارك وباللي تقدر عاون بلادك باللي تقدر عاون بلادك ما تخليوش المرض يزيد بينا يد واحدة وحلمة واحدة يد واحدة حلمة واحدة يد واحدة حلمة واحدة يد واحدة حلمة واحدة يد واحدة وحلمة واحدة يد واحدة حلمة واحدة يد واحدة وحلمة واحدة تونس بلادنا وغالية علينا خلينا مع بعضنا نحقوا الحلمة خلينا مع بعضنا نحقوا هالحلمة One day one dream 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 One day, one dream. Day, one dream. ما
مدام درة قارة دونك يظهر لي إذا كان هالناس هذوما الكل من ديز انفلونسوز وممثلين وجعفور وناس أمنت وقفت معاك وكل شيء من منين بالشيء اللي قاعدة تعمل فيه جوستومون احكي لنا لخص لنا اون دو مو سا كونسيست ان كوا شنو هما لي دون اللي حاجتكم هي الجمعية على باز راهي واقفة اللي هي بلو سيرفيس دو كارديوبيدياتري نتاع الرابطة قسم قلب الأطفال بالرابطة سافي ديزاني احنا لاهين بالقسم هذا كل مرة نعملوا حاجة فيه سي لو سول سيرفيس راهو في تونس كامله هذه الناس اللي ما تعرفوش وانا ديما نعاود نقول لهم القسم هذا من الشمال للجنوب سي لو سول سيرفيس في تونس كامله دونك او ديبي احنا كنا لاهين بي ومن بعد كي جات لا كريز دو كوفيد هذايا لا بانديمي مونديال وكل شيء انا كومونسي ا اشتي دو ماتيريال دو بروتيكسيون بور لو بيرسونيل ميديكال اي باراميديكال ديما للقسم اللي انتم لاهين بيه بيان ايفيدامون دونك انا بديت برابطه رابطه خاطر بور موا سي مون اوبيتال نعيط لوسبيتالي وي لكن في البدايه شفنا كلهم دي ستار كلهم دي فيديت انت مشيت لهم اللي هما جاوك واحد لا انا جي كومونسي بديت انا بدينا كجمعيه نشريو في لو ماتيريال دو بروتيكسيون ومن بعد نتذكر يمكن عندنا نذكر منال عماره كلمتني ويعطيها الصحه وقفت معنا وقفه كبيره برشا يعطيها الف صحه كلمتني وقتها كانت في تركيا وقالت لي دورا رانا نحب ندخلوا اون كولابوراسيون معاك فيو كو نعرفوا خدمتك وفيو كو رينا شنو عملت فهمت وبديت منال وزازا زيدا يعطيها الف صحه فريال جراجا يافي اميمه طالب يافي يان افي بلان معناها من كيفاش نجموا نعاونوا اليوم الناس يتفرجوا فينا شنو هما لي بوزوان تاع لاسوسياسيون تاعكم بور avancer ou les objectifs certainement t'aider moi à des objectifs exactement احنا on veut refaire tout le service qui maintenant tu as on a dahen يدهن في سيرفيس كامل خاطر تو on va commencer les hospitalisations donc du coup نحبوا نعاودوا الالومنيوم نحبوا نعاودوا نشريوا ديكوفاز جدد نحبوا باغ اكزامبل عندنا لي لي مازلنا كي شريناهم ان شاء الله بيانتو يدخلوا فهمت سي دو كوتيديان راهو توا كنت نحكي انا مع لو شيف دو سيرفيس عندهم لاباري دولتير وقف لهم اون بان فهمت كيفاش معناها سي دو كوتيديان وي حسيت عليك نحب نسالك فما تنسيق مع وزاره الصحه باش تنجموا تجيبوا الماتيريال هذا فما تسهيلات معناها الحق ولا لا انا راني ما مشيتش لوزاره الصحه ما نكذبش عليك ما مشيتش لوزاره الصحه انا نخدم بديت من الاول نخدم مع العائله ونخدم مع الاصحاب ونخدم هما كما نقعد معاه وحكايتي الكل كان على السبيتار دونك دوكو الناس تولي تحس فهمت تولي تحب تعاونك اللي عنده حاجه اللي عنده زكيت مثلا اللي عنده يحب يعمل صدقه اللي الكل يجيو للسيرفيس وانت مالا دومين مدام دره هنا جو دون لا كوميونيكاسيون داكور دونك هذاك علاش تو ريوسي بيان مي لاسوسياسيون كيفاش معناتها توصل الصوت نتاع الجمعيه والحاجات سورتو لي بيزوان باش نخلي لك الكلمه الاخرى للناس يتفرجوا فينا اون اوكازيون بالباساج هذايا باش تعدي لهم كلمه كيفاش يتصلوا بكم كيفاش ينجموا يعاونوا باهي انا اول حاجه نحب نشكر الناس اللي وقفت معنا الكل سانز اكسبسيون كيما قال جعفر حتى اللي قال فينا كلمه حلوه حتى اللي قال فينا كلمه خايبه حتى الناس الكل نشكرهم تعرف يا دي جان كي ايتي بينيفول حتى مثلا الفيتير اللي صار هذيك سي اون بواد دو كوم واحد وحده كلمني محلية. صورت وريت محلاها نشكر محمد صالح نحب نحكي بربي على تخوا دون قبل من تخوا دون اثروا فيا برشا جو نسي با سي جي لو دووا دو بارلي دون اسيورونس من مش لازم نسمي مي باش نقول لو بيرسونيل نتاع لاسيورونس هذوما تبرعوا باللي جور دو كونجي نتاعهم سي بيان جاهم الصحه ومشينا اكزاكتومون تو سي حتى من فم دو ميناج واللي عس تبرع باللي جور دو كونجي نتاعهم ولموا 30 مليون عاوننا بهم وسيله بورقيبه في سيركوي كوفيد انا اشتي دو ماتيريال لور كي كوتي 30 مليون عندنا ان ديبو فونت دو هما نبوسهم برشا الناس الكل تلموا وعطاونا لي زيد عندي ان جينيكولوج كي بارتي على ريتريت اعطى لو دون تاع الكابيني الكل نتاعو عطيه الصحه الوسيله بورقيبه فوالا دونك هذوما دي جيست نبذلو اكزاكتومون شو دره مازال خير في الدنيا مازال برشا يا جعفر والله الاكسيون اللي تحكي عليها مدام در انا ما عملت فيها شيء ما كنتش لا وقفت معنا لا 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 عايش لا قول انت مساش هو ما يحبش يقول قول انت لا 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 منال والبنات وكذا يعطيهم الف صحه ان شاء الله في قادم الايام لليوم وغدوه يعطيهم الف صحه الناس خاطر راهو يلزمنا نشكر الناس انا قلت لك راه مش خير هذا
معناتها اللي يعمل الخير ما يقولش، هادي اسكت انت. لا صارت لي. لا اسكت انت، لا اللي عملت خليت شكون اللي يعمل. لي زارتيست قدوة باش نستبعهم. يا ودي انا نقول لك مش خير واجب، خلينا نعمل واجب. وخير تلقيد وربي خير. هو واجب وطني باش نقفوا لبعضنا. هو واجب لاكثر الاقل. هما لي زارتيست سيرتو كيعملوا حاجات كيفنا كيشجعوا الناس بالعكس لازم اكزاكتومون يعملوا في الخير ويوريو يمد في وجهه. يا ودي ما يمد وجهه. خلي يكون عبر لغيره. شوف انت معناتها مع واحد مش يدخل في مسائل دينيه، انا مش بتضلع، ولكن سيدنا ابو بكر وقت اللي كان يعطي في الزكاه كان يعطي فيها قدام الناس باش الناس تنسج على من والو، فهمتني؟ احنا مانيش غادي لا يمثل احنا معناتها، ولكن انا نحب نحييك لانه المراه هذه تو ممكن تو في التلفزه قاعده تحكي، فهمني ولا، ولكن سيب حياتها الكل عندها غاية أن تصلح السبيطار قبل الكورونا. راهي المرأة هذه قبل أنا جيت بينيفول عرفت وين أن طونك بينيفول جيت ميم با أون أسوسياسيون ديجا على ثلاث سنين. أنا من خلالها نحب نقول حاجة واحدة يجي يفطر مع صغيرها الحكومة ورئاسة الجمهورية باش يحط اللي تصلح في سبيطارات تونس في ظرف شهر ما تصلحش في 20 سنة. اكزاكتومون أنا نتمنى تو نمشيو لمرحلة أخرى نمشيو لمرحلة أخرى، معناتها توا يا خويا هام تصلحوا شوية سبيطارات، توا يجيو ناخذوا على الرزق خويا، نكملوا المرحلة مش خاطر الكورونا هاي مشات هاي كوما لا اللي بجيناه نكملوه، صحيح صحيح، لا صحيح. كملنا احنا لابوستيك كملنا وتعرف السيرفيس وتعرف وجاه قداش من مرة راهو جعفر، كل ما عندي ايفينمون نكلمه، نذكر عملوا في الشقان الفطر، جاي يصور، جاي شق فطره مع الصغيرات وعاود رجع يصور. لا ما عنديش مزيان. نتذكر الصحة جعفر، جعفر مش جديد عليه وناس الكل تعرفوا في الامور هذيا كيفاش يقولوا يدز صدره قدام وقلبه كبير جوستومون. ملي تحسنت عليه سي بون. نحكيو لعباد طويل. ما دايما الحد ما دايما الحد اكيد ما دايما الحد الشعر يرحمه ربي يرحمه ان شاء الله يرحمه ومن دراك اسعد الملايين نصر الدين المختار اضحك الملايين الله يرحمهم وينعمهم وممثلين لطف عليك ان شاء الله ربي يطول في عمرك كما نستذكرك بالخير معناتها تقصد معناتها ما يقعد في الاخر كان والله تقول امي حاجه تقول اللي على غير الله يرحمها تقول اللي على غير الله ما يربحش يجي ساعات تشوف واحد في التلفزه تقول ما تعديليش يا ودي الصافي باين يا ودي انسان صافي ما عندك ما تزيدوا يا خويا انا حبوني تونس ما عندك ما تزيد هذيك راهي كرامه من عند ربي ان شاء الله معناتها مش تزيدك في شهرتك ولا في محبتك ولا للي اكيد جوستومون هذاك شنو هو الدور تاع الارتيست فينالمون مدام دراك احب نشكرك برشا مدام دراك رئيس جمعيه وان داي وان دريم ونشكر يا دو بيرسون سامحني كان قاسيت عليك دكتور فيديا نتاع الله دكتور كارالي فريال كي ما سور اللي وقفوا معايا دوبي 3 موا ربي يفضلهم لك اللي من نخدموا من 9 نتاع الصباح حتى 6 نتاع الليل كل يوم في صحتكم كما قال جعفر وفي لي زاكت الكل نتاع حياتك باغ لا سويت ترجع راهي اللي يعمل خير يرجع له اوترومون نشكرك برشا نقول للناس اللي تفرجوا في الفي تي ار تلقاو في الفي تي ار فما لي كونتاكت اللي بهم تنجموا تتصلوا بالجمعيه وان داي وان دريم كان تحبوا تعاونوا كان تحبوا تعطيوا ان كود ما وان شاء الله موافقين مدام دره اللي باقي اللي تعملوا فيه ونشكر برشا برشا زاده جعفر القاسمي اللي نقول له توا بسلامه ولا تخرج مدام دره وبعد نقول له بسلامه انت ضميرك انا وي ساقي ساقك ميرسي مدام دراغارا يعطيك الصحه وان شاء الله موافقه للسيت احنا باش نمشيو بوز صغيره بوبليسيتي وبعد نرجعوا دوزيام بارتي من ليميسيون فرحانين برشا بضيفنا جعفر القاسمي بحذانا اليوم لي زيموسيون كل تعديو معاه الضحك العينين اللي دمعت البكين كوجينا العجيجه رجعين تو دو سويت يلا